حبيت انه اعشر على انجيل متى اصحاح 28، ويسوع المسيح يتقبل الى جميع تلاميذه ويقول لهم دفع لي كل السلطان فاذهبوا الى جميع الامم. فيسوع المسيح يكلم الكنيسه ويكلم التلاميذ انه يرسلوا رسالته، يحملوا رسالته على اكتافهم على قلوبهم على حياتهم، ويعطوها للناس الذي بعد ما سمعت رسالة المسيح. اللي بطرس الرسول نشوفه يقول في أعمال الرسل ما معطينا اسم تحت السماء أنه نحصل الخلاص به. فاليوم المسؤولية العظيمة الذي أشكر الرب من أجلها، واليوم الاحتفالية بهذه المناسبة أنه الرب أعطى فرصة لإيران، يعني بركة أنه مو بس الإيرانيين يخدمون إيران، لكن الأمم الأخرى والقنوات الأخرى من دول أخرى مثل الآرامية وغيرها تخدم الشعب الإيراني، فهاي نعمة وبركة لكل الشعوب، وأيضا باقي الدول الذي اليوم الغناء الآرامية جاءت تخدمها على أنحاء العالم. فاليوم الكنيسة لها مسؤولية كثيرة أكثر، يعني كل يوم تزداد المسؤولية، كل يوم لازم أنه نوسع ملكوت الله أكثر ونسقر ملكوت الشيطان. وكيف نعمل هذا؟ لما نعلن نحن اسم يسوع المسيح على حياة الآخرين. وأشكر الرب من أجل هاي الغناء، يعني ليلا ونهارا الناس جاءت تتصل واختبارات عظيمة، والرب يعمل أعمال ومعجزات الذي نحن احيانا اقول يا رب ايش قد انت لك سلطان وقدره انه تقدر تدخل من هاي الامور كلها، تعبر على كل هاي الامور من بيت الى بيت وتلمس قلوبهم وهم في صغر السن وهم في كبر السن وهم حتى في تحت الامراض النفسيه الروحيه الجسديه، لكن الرب يزور بيوتهم ويزور قلوبهم من خلال هاي القناه، من خلال البركه الذي الرب معطيها والنعمه الخاصه وسلطان الروح القدس الذي الرب معطيه لهذه القناة. أشكر الرب وأشكركم جميع عملاء في القناة ABN. الرب يبارككم ويعطيكم مسحة أعظم وأعظم من هذه المسحة. آمين.